يعني لو قال لك وائل رمضان وهو مخرج طبعا طبعا معروف وممثل ممثل ايضا، مخرج لو قال لك كاتب. خلاص بقى ايه حالة البرود اللي بيننا دي، نرجع بقى يعني زوجين كما هي الحياة، هتقولي له ايه؟ والله اوقات بنحكي عندك شروط؟ لا، ولا حتى من قبل كان عندي شروط، ولا بحياتي فكرت بشروط، ولا هذا ايوه الموضوع. يعني اختلفتوا على ايه يعني يا سلام؟ كثير في اشياء ممكن تختلف عليها، يمكن اشياء بسيطه كثير، ممكن اراء، ممكن اوقات ما يكون في اختلاف حقيقي، بس انت تكوني مشحونه انتي بطريقه. كبرتي؟ انا كبرت، حرب ببلدي، اهلي راحوا، كلنا كبرنا طبيعي، بس بحب حالي هلا اكثر. فعلا اي بتحبي سلاف دلوقتي اكتر من سلاف من 10 سنين اصغر. أي. مثلا؟ هلا ليه؟ النضج، العمر، التجربة، مش مفتقدة البنت الصغيرة بتاعت جدا زمان؟ جدا، بس انا بحب حالي هلا اكثر بالطريقة اللي كبرت فيها، بالتجاعيد الموجودة بحياتي، بالتجارب اللي مرقت فيها رغم صعوبتها، بس كل يوم عم يمرق عم يعمل منك انسان جديد.